السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم والثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، فيديو جديد ويوم جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا اليومية. أحب أشكر كل الناس اللي انضمت جديدة، والتفاعل اللي بيبتدي يحصل تدريجي، وإن شاء الله دعين الله عز وجل إن القناة ترجع تسترد قوتها ومتابعينها، وان احنا نكون بنقدم وصفات صادقه متجربه ان شاء الله. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تنوريني باشتراكك، وكمان تفعل الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. الوصفه دي متجربه ومتجربه مني شخصيا، وبقول لكم انا اللي بقول لكم هتطول الشعر هتطول الشعر هتطول الشعر. وصفه يعني عايز اقول لكم ان دي هديتي مني ليكم، الناس اللي عندها كسل في الشعر. انا فعلا عندي كسل في الشعر، ولو كنت قصيت شعري بيطول عند مكان معين في الجسم عند تحت الكتف بشويه صغيرين وبيقف على كده، مهما اقص فيه وارجع يطول بيطول على نفس الوضع التاني، لحد ما جربت وصفه البصل دي من سنتين واستمرت عليها شويه. بعد ما استمرت عليها شويه ما خدتش بقى، ما انتبهتش بصراحة لطول الشعر، لان انا باخد الشاور واعمله كعكة ومن كعكة لكعكة وخلاص. فوجئت ان شعري لاخر ظهري، وكل ما عوز ان انا اطوله اكتر بعمل وصفة، لدرجة ان انا ما عنتش محتاج اعملها لانها كثفت الشعر جدا، طولت الشعر، عالجت الكسل، خليته فيه نمو باستمرار. فده وصفة ان شاء الله ان شاء الله متجربة. الوصفة ما فيش منها اي مشكلة، هي مكون واحد، حابة انت تخليه مكونين ما فيش اي مشكلة. هو مكون واحد معنا، هو البصل الاحمر. البصل الاحمر بس اهو، بس مش عارفة هو مش عايز يعمل فوكسيل اهو. ده البصل الاحمر بتاعنا موجود ما فيش اي منه مشكلة. دي وقعت فيه مش مشكلة نجيبها. ودي مية البصل اللي هي البطل بتاع النهاردة. دي الوصفة بتاعتنا. انا عايزة اعمل لها برضو فيكس بس عشان هي بتمشي. الطريقة ازاي؟ الطريقة سهلة جدا. بتجيبي بصلة كبيرة تكون اكبر من دي، بتجيبي بصلة اكبر من دي وبتقطعها قطع زي دي، وبتحطها على النار على لتر مية. بصلة كبيرة يعني اتنين من دي، تمام؟ بتقطعها على ريت الميه وتسيبها تغلى خالص لما تتهرب بالشكل ده. بعد كده ممكن ليك الخيار تضربها في الخلاط بالهاند برندر مفيش مشكله، وتصفي وتاخدي ميتها. طبعا خدت ميتها هنا من غير ما اضربها عشان اما اشرح لكم يكون الشرح وافي وعملي. تقدري تضيفي كمان توم، لو ضفت كمان توم هيقوي اكتر واكتر واكتر. بس انا عن نفسي طولت البصل من غير توم، بس عملت بالتوم برده. عارفين ان زينه المراه اصلا تكتمل في شعرها، جمال وترتيب ونعومه وطول وحلاوه. بعد كده بتسيبها لمده ساعتين ببونيه، حط عليها بونيه وسيبها لساعتين. اعملي الوصفه في اول شهر مرتين في الاسبوع، بعد كده مره في الاسبوع. بعد كده انت مش هتحتاجي تطولي ولا تكثفي، لانك هتلاقي شعرك طول وتكثف وزهقتي من طوله زي كده عايزه اقصه تاني. بس هتدعولي دعوة من قلبكم. الوصفة دي انا نزلتها على القناة من سنتين، وعملتها لما نزلتها. انا اي حاجة بنزلها هنا من ماسك الوصفة لاي حاجة بجربها على وشي الاول، لان انا معتبر من البشرات الحساسة. فلو البشرة فيها مشكلة بقول لكم خلي بالكم دي فيها واحد اتنين تلاتة. لو الوصفة بتاعت التطويل ما بتعملش مشكلة، ما بتعملش يعني مفعول، ما بجربهاش. بس انا بحب دايما ان يكون عندنا مصداقيه في القناه. وصفه البصل من اهم واقوى واحسن الخلطات اللي انت ممكن تشوفها على اي قناه على اليوتيوب. كولاجين رهيب جدا، وعلى فكره ممكن تاخدي كمان الميه وتغسلي بقى وشك عادي جدا جدا جدا. وصفه جميله وسهله وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم وتجيب معاكم نتيجه زي ما جابت مع غيركم. متابعين الكرام، لو بيعجبكم وصفاتي فيديوهاتي او اي حاجة انا بنزلها بشكل عام، ما تنسيش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.